كان حريق داخل أحد المحلات خاص بالتجميل والحلاقة ومستلزمات التجميل، رأيته دخلوا عناصر الوقاية المدنية على عجل وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه بظرف وجيز، جنبوا هذا القيصرية أو هذا المركز التجاري وقوع كارثة نظرا للتدخل العاجل ديالهم، وكذلك حضور عدد كبير من رجال الأمن من أجل تأمين محيط هذا السوق كيترأسهم أو كيتقدمهم نائب والي أمن الدار البيضاء.